فلازم يكون الإنسان يحث من حوله، صديقه، ابنه، أنه قضية الصلاة بأي شكل من الأشكال لازم ما تتركها، ما تخشع فيها، لا تخشع بس لا تترك، ما تصليها في أول وقتها، لا، الأفضل أن تصليها في أول وقتها، بس لو فاتك أول وقتها صليها في الوقت الثاني. ذاك البعيد حتى لو غلبه الشيطان وخلاه ما يصليها في كامل الوقت، اقضيها لا تتركها. طيب، لأنه بخلاف ذلك سوف يرتكب العظائم. من المهم جدا أن يكون هناك تركيز وتأكيد على موضوع الصلاة، وسوف نتحدث إن شاء الله في حلقة خاصة حول كيفيات ترغيب وتشويق الآخرين إلى موضوع الصلاة، لا سيما منهم في بيئة المنزل والبيت. بس بشكل عام ينبغي التأكيد على أن الصلاة هي عهد الله عز وجل بينه وبين العباد. أكثر من رواية عندنا بهذا المعنى. هذه الصلوات الخمس المفروضات إذا أداها الإنسان في وقتها والتزم بها، فإنه يكون بينه وبين ربه عهد أن يدخله الجنة. يا رب أمرتني بالصلاة، أنا صليت، كان جزاء ذلك، طبعا مو يصلي ويروح يرتكب الفواحش والمنكرات ويقول بيني وبين الله عهد متعمدا، مع أن حتى ذاك أيضا من الممكن أن يغفر الله له إذا كان الذنب بينه وبين ربه. وسبق أن ذكرنا في قضية الاستغفار، الصلاة تحتوي على الاستغفار والمغفر، الاستغفار هو طلب المغفرة، فإذا طلب من ربه في صلاته أو خارج صلاته من الممكن أن يغفر الله له حتى تلك الذنوب الكبيرة. الصلاة عهد الله، إذا جاء بها الإنسان فإن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، وأما من لم يأتي بها ليس له ذلك العهد. أنت الحد الأدنى اللي تقدر تخاطب ربك فيه وتطالبه بالجنة هو صلاتك المفروضات الخمس، دون ذلك ما لك حق، أصلا لست مؤهلا للخطاب مع الله سبحانه وتعالى.